سلام، مرحبا بالجميع. كيف هي أحوالكم أحبائي؟ أرجو أن تكونوا دائما بألف خير وبصحة وعافية. أحبائي، سأقدم لكم ترددات قنوات مهمة، كما عودتكم تغيرات كثيرة على نايلسات. صلوا على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى تسليم. إذن أحبائي، تفضلوا بدون إطالة. نبدأ أحبائي بتردد قناة أفلام أجنبية. طلبتم القناة كثيرا. التردد 11900، معدل الترميز 27500 عفوا، والاستقطاب عمودي رأسي أو حرف V. هذا أحبائي تردد القناة تي في 5 الفرنسية. القناة تبث دائما مباريات مهمة من الدوري الفرنسي وأفلام أجنبي وبرامج عالمية ثرية. أيضا معنا تردد قناة أجنبية ألمانية، التردد 11362، معدل ترميز 22000، الاستقطاب أفقي H. هذا التردد لقناة أجنبية ألمانية تبث مباريات مهمة من البطولة الأوروبية. وأيضا أحبائي، القناة مفتوحة دائما على القمر الصناعي أسترا 19 درجات شرقا. أيضا معنا قناة فرنسية، قناة أكشن، تبث على التردد 12285، معدل ترميز 29699، والاستقطاب عمودي رأسي أو حرفي. هذا أحبائي تردد قناة أكشن HD الفرنسية على القمر الأوروبي أسترا. أيضا أحبائي، مسلسل ملكة جانسي مطلوب كثيرا هذه الأيام، المسلسل الهندي، على التردد 10971، معدل ترميز 27500، والاستقطاب أفقي H. هذا أحبائي تردد قناة العراق وان. مشاهدة طيبة وممتعة أتمنىها لكم أحبائي ومشاهدي قناتي الأفياء. أرجو أن أكون عند حسن ظنكم دائما. إن كانت لديكم أي آراء، أي تعليقات حول القناة، حول الترددات، حول القنوات، تفضلوا، أنا كلي أذان صاغية لكم. شكرا لكم أحبائي على حسن المتابعة والإصغاء. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.